النهاردة على موضوع البروتينوريا. As you know, proteinuria is one of the most important clinical presentation of renal disease. خلينا نتكلم كده قبل ما نخش في صلب المحاضرة. مريض رينال ديزيز، وهنقول كده إن شاء الله في المحاضرة الجاية الخاصة بتيوبل انترستيشن نفرايتس، although kidneys affected in several disease بس الكلينيكال بريزنتيشن بتاعها از ليميتد، يعني اما بتيجي مانيفستيشنز اوف يوريميا او بتيجي ببروتينوريا او هيماتوريا او ميكس بينهم، يعني نفروتيك نفريتيك رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونفرايتس. فمهم جدا نعرف البروتينوريا ديفينيشن، ويعني ايه بروتينوريا، يعني ايه البيومينوريا، يعني ايه نفروتيك سندروم، ايه الكوزز والميكانيزمز اندرلاينج ايتش كوز، لان هي دي بتبقى تارجت للثيرابي. نفرق يعني بين السيلكتيف والنون سيلكتيف بروتينوريا وبين الجلوميرولار والتيوبولار بروتينوريا. ديفلوب الالجوريزم فور ايدنتيفاينج كوزز اوف بروتينوريا. ازاي نستخدم كل داتا تخص البيشنت سواء هيستوري او اكزامينشن او ريليفنت انفستيجيشنز عشان نوصل للتشخيص، والاهم من كده ايه الاسيس ميجرز او هاو تو ميجر او هاو تو اسيس فور بروتينوريا. في طرق كتيره وكل منها الليميتيشنز بتاعتها. بروتينوريا ببساطه يورينري بروتين اكسكريشن منظر 150 ملي جرام بير داي، يكون منهم ما لا يزيد عن 10% البيومين، يعني نورمال لحد اقل من 150 ملي جرام بير داي، بشرط ان الالبوم ما يزيدش عن 10%، يعني 15 ملي جرام. لو زاد عن كده يبقى اسمه بروتينوريا، لو الالبوم زاد عن 30 يبقى اسمه البيومينوريا. لو تلاحظوا ان انا بتكلم ان ليه، يعني في تجميع 24 ساعه، يعني ليه؟ عشان البلسيتايل اكسكريشن فور بروتينز من ضمنها الالبوم. بروتينز فيه لو موليكولار ويت وفي هاي موليكولار ويت. الالبوم هو المين بروتين ريسبونسبل فور انكوتيك بريشر ان ذا بلازما، وهنتكلم عليه دلوقتي. فمهم ان انا بجمع في 24 ساعه، لان ممكن ببساطه خالص لو خدت راندوم يورين سامبل، العينه الراندوم اللي انت حضرتك واخدها ما فيهاش بروتينات، لكن عين ده لو جمعت عينه تانية يبقى فيها بروتينوريا، فبناخد البول بتاع ال 24 ساعه. يعني ايه نفروتك سندروم؟ ده سيفير بروتينوريا ينتج عنها ان الالبومين في السيرم بيقل، وجنرالايزد اديما وهايبر ليبيديميا. لازم يكون الكومبوننتس كلها موجوده، يعني لو في بروتينوريا هيفي والالبومين نورمال او على لو نورمال ما نقدرش نقول عليه نفروتك سندروم. طب ده عيان نورمال؟ لا مش نورمال، بس ما اسموش نفروتك سندروم، اسمه بروتينوريا فقط. افضل ان احنا نعرض المحاضره بتاعتنا في شكل كيسز عشان ما نزهقش. 20 يير اولد ميل presents to outpatient clinic with bilateral lower limb edema plus 1 mild، يعني urine analysis protein plus 2 serum albumin 4 gram per deciliter normal من 3.5 ل 5.5 creatinine 0.9 mg per deciliter which is normal. The patient is anxious. حد قال له كده، قال له ان كده كده بتاعتك بتسرب بروتين وده اللي مورم رجليك، يلا ناخد عينة ايه كله. دايما لما نقرا بروبلم في الامتحان او اما تسمع من العيان كلام وتعمل له examination، في حاجات بتنور في دماغك كده على الكي بوينتس اللي انت هتبص عليها. العيان ممكن يقعد ساعة بس انت وانت بتتكلم ما تسرحش معايا، نركز بس في الحاجات اللي هي ريليفنت لحضرتك. الكي بوينت دي في اي بروبلم في الدنيا بتبقى الايدج والسكس، وجاي لك في اوت بيشنت كلينيك وجاي لك ولا جاي لك في امرجنسي. تاني حاجة هو عيان عنده 20 سنة ميل وجاي لي في الاوت بيشنت كلينيك. تاني حاجة جاي لك بكومبلين ايه، بايلاترال لور لمب اديما، اذر اكزامينشن از ان ريماركابل بالمناسبة، اليورين اناليسيس في بروتين بلس 2 باليورينري ديبستيك وهنتكلم عليه دلوقتي، والقلب من نورمال والكريات نورمال. طيب هنسال نفسنا في العيان ده، هو الراجل جاي لك بصوره واضحه خالص، مش جاي لك يعرف سبب اللور لمب اديما قد ما حد قال له ان الكلى هي سبب اللور لمب اديما. ساعات بيبقى في حملات توعيه اعلاميه زي حمله الايرلي سكريننج فور كورونيك كيدني ديزيز اللي موجوده دلوقتي، وساعات بيبقى واحد ودي هتاخدها اول ما يجي لك واحد مثلا عنده رجليه مورمه، انا خايف تكون الكلى، يا اما حد قال له الكلى او وده غالبا الاوقع ريلاتيفلي او حد قريب منه قوي شافه بيعاني من الكلى فمرعوب. الكلام ده مهم جدا مش للامتحان قد ما هو انت بتتعامل مع العيان، يشود ادريس هيز فيرز اند ادريس هيز اكسبكتيشنز. ايه الصح في ده؟ الكيدني اذا كوز اوف هيز لور لمب اديما بالداتا دي، الكيدني هي سبب الورم اللي في رجليه اند هي از نيد فور رينال بايوبسي. طبعا معظم حالات البروتينوريا بتحتاج رينال بايوبسي او كتير منها، ولا كيدني مش هي الكوز يا عم الحاج الكيدني اند نو فرزر ورك اب از نيدد، انت ما فيكش حاجه روح، ولا
الإجابة التالتة كيدني از نوت ذا كوز. خلي بالك الكيدني عندك مش هي السبب، but further work up is needed، بس في حاجة كده فيك هتخلينا ندور على نعمل further investigations. في فرق انك انت تطمن العيان وتقول له انت مفيكش حاجة، وفي فرق انك تطمن العيان بخصوص his fears. يعني ممكن تطمنه تقول له الكلى عندك دي كويسة وما تقلقش مش هي سبب بروتينوريا، بس معلش ايه احنا انت عندك بروتين بلس 2 في اليورين اناليسيس هندور عليه، او هندور على اسباب تانية في اللور ليمب ايديما. ممكن الكدني مش هي سبب اللور ليمب ايديما ويطلع على عيان عنده ديكومبنسيتد سيروزس، عنده مثلا هارت فيلير. يعني انت بتعالج في الاخر بيشنت، ما بتعالجش مش هتاخد حتة منه وتسيب الباقي. يعني ناخد الاختيار الاولاني، كدني از ا كوز اند از ان نيد فور رينال بايوبسي. نشوف كده الميكانيزم في اللور ليمب ايديما. هتلاقوا السهم الاحمر اللي على الشمال ده، ده الارتريولر سايد اوف ذا كابيلاري، السهم الازرق اللي على اليمين ده الفينا سايد اوف ذا كابيلاري، وفي اللينك بينهم في التيشو. عند الارتريال سايد بيحصل الفلويد بيتحرك من البلاد للتيشو، عند الفينا سايد بيرجع تاني، في شويه فلويد ما بيرجعوش، بيرجعوا عن طريق الليمفاتكس اللي هي المتلونه اخضر واللي عليها السهم الاسمر ده نورمال. هتبصوا هنا على الناحيه الشمال هنلاقي الارتريول، ده الارتريال سايد. ناحيه الارتريال سايد ايه اللي بيخلي الفلويد يبقى موجود جوه البلاد فيسل؟ ان انا عندي اوزموتيك او انكوتيك بريشر في البلازما مينلي فورمد باي البومين، ده بيسحب الفلويد من التيشو للبلاد، وعندي في هيدروستاتيك بريشر ضغط دم جوه البلازما بيزق الفلويد من جوه البلاد او جوه الكابيلاري بيزق الفلويد على الناحيه التانيه، وذا سيم في التيشو في انكوتيك بريشر بيسحب البلاد وفي هيدروستاتيك بريشر بيزق البلاد. المحصله ان في نت فلتريشن بريشر، البلد بيدفع باتجاه الفلتريشن باتجاه 35 مللي جوه جوه البلد فيسل و25 مللي جوه جوه التيشو، ففي فلتريشن ونت فلتريشن بريشر بيحفز الدم ان هو يتحرك من او الفلويد سوري ان هو يتحرك من الكابيلاري للتيشو. نيجي على الناحيه الفينس، خلاص الفلويد اتحرك اوتوماتيك، الهيدروستاتيك بريشر قل شويه في الكابيلاري، لكن خلي بالك الانكوتيك بريشر زاد لان بقى عندي هيمو كونسنتريشن. وعلى الناحيه الثانيه خلاصه القول يعني ان على الناحيه الثانيه هيبقى عندي نت فلتريشن بريشر ماينس 7، يعني انت بتضخ ببلس 10 من البلاد للتيشو وبتري ابزورب بماينس 7 من التيشو للبلاد، كده في ماينس 3، يعني تلتين الفلويد اللي حضرتك ضخيته تقريبا عملت له ري ابزوربشن. طب التلت ده اللي هو حوالي 3.6 لتر بير دي ده بيتحرك في الدايره الخضراء اللي هي ايه الليمفاتكس. طيب امتى يحصل لور ليمب ايديما؟ يا اما الهيدروستاتيك بريشر جوه الكابيلاري زاد ناحيه الارتيريال سايد فالفلتريشن بريشر ما بقاش 10 بقى اكتر من ال10 زي الهارت فيلير، او الانكوتيك بريشر قل زي العيان الهايبو البيومينيميك فهنلاقي اكسسيف فلتريشن وليس ري ابسوربشن. ده اللور ليمب ايديما، يا الهيدروستاتيك بريشر زاد يا الاوسموتيك بريشر قل. من ناحيه الكيدني ايه اللي يخلي الهيدروستاتيك بريشر يزيد؟ ان يحصل رينال امبيرمنت، الكيدني ما تتخلصش من السوائل بالدرجه الكافيه ويحصل سولت اند ووتر ريتنشن، او ان الكيدني يتسرب الالبومين ده في اليورين. الكيدني المفروض ان فيها بارير هنتكلم عليه، الالبومين ده ما بيعديش في اليورين، لكن الالبومين يتسرب في اليورين بين ذا كاباسيتي اوف بين ذا سينثيتيك كاباسيتي اوف ذا ليفر، تحذف بروتين في البول الليفر يكون، تحذف بروتين في البول الليفر يكون البومين جديد لحد ما اللوس اوف بروتين ثرو يورين بيبقى اقل من قدره الليفر على تكوين بروتينات جديده فيقل الايه الالبومين. نشوف العيان بتاعنا، الراجل ده الكرياب بتاعه 9/10 يعني ده مفيش رينال امبيرمنت والالبومين بتاعه زي النورمال، فانت بقلب مطمئن تقول له ان اللور ليمب ايديما دي ليست رجاء بسبب الايه الكدني خالص، وتروحه وتقول له ما عندكش حاجه. لا يبقى انت بقلب مطمئن هتقول له كدني وايز يو ار يو دونت نيد رينال بايوبسي اند كدني از نوت ذا كوز. طب هو يسالك السؤال اللي بعده، معنى كده يا دكتور ان انا كليتي سليمه؟ ده عكس الاجابه الثانيه، كدني از نوت ذا كوز اند نو فارذر ورك اب از نيدد، يعني خلاص كده اتكل على الله اروح تخصص تاني ولا الموضوع فيسيولوجيكال واكبر دماغي؟ نشوف الاول اجابه السؤال ده تعتمد هاو تو اسيس فور بروتينوريا، اعرف البروتينوريا ازاي؟ اسيسمنت اوف بروتينوريا بتعمل حاجه اسمها اليورينري ديبستيك، ده شريط كده بتحط في البول
اللي مثلا سي لونه ابيض، لو اصفر درجه واحده يبقى بلس 1، درجتين يبقى بلس 2، 3 درجات يبقى بلس 3، 4 درجات يبقى بلس 4. بيتعمل على راندوم ريورين سامبل. عيبه ايه؟ ان هو نوت سنسيتيف. يعني ايه نوت سنسيتيف؟ يعني لو كميه البيوم من صغيره قوي 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 مش هي تقول نوت ديتكتد. تاني حاجه الفاريبل اكسكريشن اوف بروتين، احنا قلنا البروتينوريا اكسكريشن اوف بروتين از بالستايل، يعني لو طلعت لي العينه دي ما فيهاش بروتين هي ببساطه خالص، لان العينه دي فعلا ما فيهاش بروتين، بس لو خدت عينه ثانيه يطلع فيها بروتين ببساطه، او طلعت لي بلس 4 عينه ثانيه تطلع فري. النقطه اللي بعدها الموضوع اربيتري شويه، يعني انا ابص عليها كده دي بلس 1، تبص انت عليها تقول لي دي بلس 2. طبعا دي بتترجم بلس 1 ده تركيز كذا ملي جرام بير دي سي لتر، بس انا مش بيبقى ليها ارقام، تركيز بلس 1 مثلا من كذا لكذا، تركيز بلس 2 من كذا لكذا. بنستعيض عن كده شويه ان احنا بنعملها اجهزه، يعني بدل ما انا ابص على الشريط واقول له ده اصفر فاتح واصفر غامق واصفر غامق قوي، جهاز هو اللي بيقراها، بس ستيل مش هيقول لك بلس 1 معناها ان هو 100 مللي جرام بير ديسي لتر فور اكزامبل، هيقول لك من كذا لكذا. انا مش عايز اقول ارقام عشان ما اشغلش بالكم بيها يعني. فدي عيوبه. ميزته ايه؟ ان هو حاجه فيري سيمبل. يبقى نوصل من كده ان الراجل ده انت هتقول له بص يا باشا انت كليتك مش هي سبب ورم رجليك، بس انا ما اقدرش اقول ان كليتك سليمه او مش سليمه، لان وجود القلب من بلس 2 ده مش معنى كده ان ما عندكش ان عندك بروتينوريا تقلق، ومش معنى كده مش معناها ان هو ايه فري. طب يا دكتور انا عايز حاجه تجيب لي من الاخر من الاخر كده خلاص، احنا الحاجه اللي تو اكسكلود ان في عندك بروتينوريا هو الجول او الجولد ستاندرد از 24 اور يورينري كوليكشن فور بروتين. سي انك هتصحى يوم السبت الصبح اول شويه بول يا عم الحاج ترميهم بره مش هيبقوا معانا، من تاني مره تخش فيها بول لحد يوم الاحد الصبح معانا. طب ليه برمي بول السبت الصبح؟ لان السبت الصبح ده تجميع البول بتاع بالليل يوم الجمعه بالليل فمش معانا. ليه باخد الحد الصبح؟ لان انا الحد الصبح ده بتاع 8 ساعات ولا 6 ساعات ولا 10 ساعات بتوع السبت بالليل، فهو معانا ده تجميع البول 24 ساعه وده الجولد ستاندرد، وعلى اساس كده اقدر اقول لك لو فوق ال 150 مللي جرام بقى عندك بروتينوريا، تحت ال 150 مللي جرام حضرتك ما عندكش بروتينوري. انا كده تجنبت الفاريبل بروتين اكسكريشن. طب بص بقى يا دكتور اصل هي مش عارف مركبه قسطره، اصل هو طفل صغير فمش عارف مش هيعرف يظبط. النقطه دي برضو مهمه تاخدوا بالكم منها، ان انا عشان الموضوع ده يبقى اكيوريت لازم اجمع كل نقطه بول، فاللي هيحصل ان هتلاقي واحد كبير في السن ولا واحد صغير في السن نسي وراح ايه دخل الحمام وايه وما حط شويه البول دول معانا، ممكن دول اللي فيهم البروتين او ممكن دول اللي ما فيهمش، لما تجمعهم على الباقيين العين يطلع فيه فولس هاي بروتينوريا، لان في كميه كبيره من البول ما كانت فري وبروتين حضرتك ما دخلتهاش. فاه هو جولد ستاندرد بس مش دايما بيبقى كونفينينت. طب في حاجه بين الاثنين؟ قال لك اه، احنا طبعا اما بنقول بروتين اللي بدور عليه مين للالبيومين، لان هو المسؤول عن الاونكوتيك بريشر اوف ذا بلازما. فبصوا تحت كده عشان ما تلخبطوش، بروتين تو كرياتينين ريشو. قال لك خلاص انا هاخد عينه بول واحده، وعينه البول الواحده دي هشوف كميه البروتين اللي فيها. يا عم الحاج ما انت بتقول لي فاريبل اكسكريشن، قال لك ما انا هشوف حاجه ثابته زي الكرياتينين، الكرياتينين ده الاكسكريشن بتاعه ثابت لان ريليتد للماسل ماس بتاعه الشخص، واحسبهم بحيث يعني يبقى فيه ريشو اكتر منها رقم. فلو مثلا الراجل ده اتليتيك هتلاقي الكرياتينين عالي شويه، فالبروتين تو كرياتينين ريشو هيتظبط معايا. المهم يعني فكره ان احسبها كرياتينين ان احسب حاجه متغيره لحاجه ثابته فتديني حاجه ريلاتيفلي ثابته. بعض الناس بتطلب البروتين تو كرياتينين ريشو، وبعض الناس تقول لك لا انت هنا في الحاله دي بتدور مين اللي على الالبومين، لان هو ده المسؤول عن الاديمه، اعمل له البومين تو كرياتينين ريشو. الستاندرد اللي بيتعمل على مورنينج يورين سامبل، وان كان بعض الكيتس في بعض المعامل تقول لك اعملها لي على تاني بول، وجهه نظرهم انك انت تكون اتحركت شويه، الاكسرسايز من الحاجات اللي بتزود البروتينوريا، فلما تكون اتحركت شويه يظهر البروتين في البول مور كونفينينت، مش هتقول له جمع بول 24 ساعه. بس في عيب برضو ما قدرتش افويد 100% 100% قصه الايه البلسيتايل اكسكريشن، فقال لك خلاص اعمل له ريبيتيشن. يعني ايه؟ يعني هنقول حاجه خارجه عن الموضوع شويه، مريض دايابيتك عايز اعرف الدايابيتس اثر على الكدني ولا لا، الكيديجو اللي هي جايد لاينز بتاعت اشهر جايد لاينز النفرولوجي اللي احنا عاده في مصر بنقراها وبنتابعها، تقول لك اعمل له كريات او جلوميرولر فلتريشن ريت طلع نورمال، واعمل له قلبه من كرياتينين ريشو، بس تعمله له 3 شهور ورا بعض، وتاخد القرايات بتاعت 3 شهور مش بتاعت شهر واحد. طب ايه النورمال؟ النورمال قلبه من كرياتينين ريشو كل 30 مللي جرام البيومين اب تو 30 مللي جرام البيومين لكل جرام كرياتينين، ده بنقول عليه اي 1 يعني الدرجه الاولى. يعني لو 5 10 15 29 ده بنقول عليه اي 1.
الدرجة التانية اللي هي A2 مايكرو ألبيومينوريا، انك تلاقي الرقم ده بين 30 ل 300، 30 ملي جرام ألبيومين لكل لكل جرام كرياتين، او 300 ملي جرام ألبيومين لكل جرام كرياتين، بنعبر عليها ملي جرام بير جرام. هتلاقي ريبورت كاتب لك مثلا 220 ملي جرام بير جرام، المفروض تكون فاهم ملي جرام ألبيومين بير جرام كرياتين. لو ده ألبيومين كرياتين ريشو، لو بروتين كرياتين ريشو، يبقى بروتين ملي جرام بروتين لكل جرام ألبيومين. ايه الماكرو ألبيومينوريا؟ فوق ال 300 ملي جرام بير جرام. حاجه برضو يعرفوها وخلاص، هما تحايلوا على الموضوع ده ان عملوا حاجه اسمها تايمد بروتين كوركشن. يعني ايه؟ يعني خلاص انت بتقول لي ديورين سامبل واحده، وانت ما تجنبتش قوي البلسيتايل اكسكريشن، مش مقتنع حته ان موضوع الكرياتينين ده بيصلح الموضوع، خلاص جمع لي البول في 3 4 ساعات كده ونطلع لها رقم وحسبه. يعني اسمه تايمد بروتين كوليكشن، بس ده معلومه ليكوا انتوا فقط، لا مش للامتحان. العيان ده هيقول لك kidney is not the cause of my disease, yes, no further work up needed, no. حضرتك محتاج work up first عشان اعرف اطمن ان فعلا مفيش بروتينوريا، second بعد كده work up تاني اعرف ايه سبب ايه سبب الاديمة. طب الصح ايه؟ kidney is not the cause, yes, but further work up required. هنكتفي هنا ان احنا نعرف ال work up required، انك هتعمله بقى ال 24 hour collection for protein او ال album into creatinine ratio. في العيان ده هنعمل له 24 hour protein album creatinine ratio ونعرف السبب lower limb edema. يبقى احنا كده الجزء اللي يهمني واللي احنا خدناه how to assess for proteinuria، الديب ستيك والليميتيشنز بتاعته، الالبومين او البروتين تو كرياتينين ريشو الليميتيشنز بتاعتهم، الجولد ستاندرد اللي هو 24 اور بروتين. لو الاي سي ار طالع نورمال هقول العيان ده الكيدني خلاص مش محتاج حاجه تخص الكيدني، لو طالع فيها حاجه هقول له لا انت محتاج مش هي سبب اللور لمب اديما، بس محتاجين نعرف ليه عند حضرتك بروتينور. شوف الحل بعدها، 24 يير اولد اتليتيك ميل بريزنتس تو اوت بيشنت كلينيك وذ فوم يورين، بول بيرغي مور نيورينج داي، اكتر بالنهار مش بالليل، no other complaint, patients otherwise healthy, albumin 4.2, albumin كرياتينين ريشو 522 ملغ كرياتين انتو جرام albumin, is anxious about the possibility of renal disease. دي الكي بوينتس، complaint foam urine واكتر بالنهار وانه 24 سنة واتليتيك ومفيش other complaint، الالبومين normal لكن الالبومين كرياتينين ريشو زيادة. طيب في حاجات تانية محتاجين طبعا محتاجين نعرفها او نسال العيان فيها عشان نعرف سبب البروتينوريا قبل ما نعمله اكزامينيشن. It depends on your knowledge of the potential cause of proteinuria. اعرف الاول الكوزز وكل كوز دور عليه في العيان. دي سناب شوت من الكتاب الكوز اوف بروتينوريا فيسيولوجيكال او اللي هي اورثوستاتيك او بوشرال، وعم عليها كمان حاجه اسمها اكسرسايز بروتينوريا بتيجي بعد الاكسرسايز، وفانكشنال وباثولوجيكال. الاورثوستاتيك او الاكسرسايز، الاكسرسايز بتحصل بعد الاكسرسايز والاورثوستاتيك بتحصل ان ابرايت بوزيشن، بتحصل اكتر في اليونج ادوليسنت. فانكشنال ان الكيدني كويسه بس انت عندك سيستميك ديزيز زي الهارت فيلير، لما يعمل مثلا هيمودايناميك تشينجز في الجلوميرولوس فيزود الهيدروستاتيك بريشر فيزود البروتينوريا، او باثولوجيكال يا اوفر فلو يا تيوبولر يا جلوميرولر. اوفر فلو الجلوميرولوس كويسه، المفروض ان لو في شويه بروتين اتسربوا كده، اذا اتسربوا المفروض ان في بارير عندي هنتكلم عليه بيمنع البروتين ان هو ينزل، لو في شويه بروتين نزلوا يحصل له ري ابسوربشن. طب لو جاله كميه بروتين كبيره قوي بيوند هيز كاباسيتي او بيوند ذا كاباسيتي اوف تيوب لو ري ابسوربشن، هيظهر هذا البروتين في البول زي الهيموجلوبينوريا، حالات الهيموليتيك انيميا. الهيموجلوبين ده المفروض ان هو اتاتشد لبروتين في البولك كده اسمه هابتاجلوبين عشان ما ينزلش في اليورين. اما يحصل اكسسيف هيموليسيس الهيموجلوبين اللي جوه الار بي سيز يخرج فري في البلازما، في الظروف العادية كمية الهيموجلوبين الفري في البلازما قليلة جدا لأنه اتاتشد للهابتا جلوبين، لكن لو زاد قوي بيعدل كاباسيتي اوف ذا نيفرونز وينزل في البول المايوجلوبينوريا هنتكلم عليه، او جلوميرولار ديزيز. لا يا عم الحاج انت القلب من عندك الدنيا كويسة، بس جلوميرولاي المفروض فيها جلوميرولار بارير ما يعديش خالص البروتين، بقى تعدي البروتين، او تيوبيولار لا ده البروتين ده نتيجة دامج للتيوبيولز، فالبروتين اللي نازل ده نازل بس خلي بالك ده مش من الجلوميرولاي ده من التيوبيولز. نرجع مرجوعنا، 24 سنه واحد عنده بروتينوريا وفوم يورين وعنده فعلا بروتينوريا لان الاي سي ار اليفيتد، الالبوم بتاعه على فكره نورمال يعني ما اقدرش اقول عليه نفروتك سندروم،
هتسأله على ايه؟ اول حاجه انت بتقول لي ان في فانكشنال بروتينوريا ريليتد للسيستمك ديزيز زي الهارت فيلير والهايبرتنشن، هتسأله دايركت عندك ولا لا، وتسأل على المانيفستيشنز بتاعتهم. اس ضغط، بتاخد علاج ضغط، والدك والدتك عندهم الضغط، الهارت فيلير بيجي لك ديزنيا، بيجي لك باروكسيزمال نوكتيرنال ديزنيا، وهكذا. تاني حاجه الجلوميرولار ديزيز ده بيبقى ليه سيستميك مانيفستيشنز، ليه كومبلين زي كتيره جدا هناخدها ان شاء الله. لما تاخد الجلوميرولار ديزيز نسال عليها، خد دراج هيستوري، في دراجز دايركت كده بتعمل بروتينوريا، امسك الكوزز واحد واحد. شاكك في هيموليتيك انيميا، اسال على المانيفستيشنز وفي هيموليتيك انيميا، على مثلا بوزيتيف فاميلي هيستوري، انت بتاخد دم، انت عندك هيموليتيك انيميا وما الى ذلك. الاكزامينيشن بقى، انا كل اللي يهمني هنا البروتينوريا دي، سمبل بروتينوريا ولا ناتج عنها هيبقى البيومينيميا، انا حللها لك في البروبلم طبعا ان الالبومين نورمال. طب انا العين انت لسه هتطلب له الالبومين، هتبص على الاكزامينيشن، العين عنده اديمه في اللور ليمب، عنده اديمه في الشيست مدياني شيست كراكلز، عنده اديمه عامله لي بافي ايليدز، اي سيمتوم سجستيف فور سيستميك ديزيز. طيب العين ده اذروايز هيلسي، واذا كنت قلت لك العين ده ما فيهوش حاجه خالص اكتر من هذا الكومبلين والاكزامينيشن ما فيهوش حاجه خالص، ده غالبا فانكشنال. بنعرفه ازاي الفانكشنال او الاورثوستاتيك؟ الفانكشنال هو سواء اورثوستاتيك او بعد اكسرسايز، بنعرفه ان انا بعمل حاجه سبليت يورين كوريكشن كوليكشن، بجمع البول بتاعه في 16 ساعه طول النهار و 8 ساعات بتوعه بالليل، بلاقي ان البول كله بينزل النهار ومش موجود بالليل، ده فيسيولوجيكال ومش محتاج فرزر ورك اب ولا اي حاجه. طبعا لو ظهرت عليه حاجه سجستيف اوف سيستميك ديزيز بتطلبها، ما ظهرتش خلاص يعني عنده مانيفستيشنز اوف سيستميك لوبس، في لوبس نفرايتس بتعمل بروتينوريا دور عليها، مانيفستيشنز اوف تيبيال انترستيشن نفرايتس دور عليها وما الى ذلك. بروم اللي بعد كده 26 سنه، جاي ببافي ايليدز وبايلاترال لور ليمب سويلنج، بوث انكريزد جراديوال اوفر ذا باست فيو مانث، هي ديفلوبد ريسنتلي انوركسيا فوميتنج، اليورين از فومي، نو لور يورينري سيمتومز، بيشنت از نوت اون ريجولار ميديكيشن، نو فاميلي هيستوري اوف رينال ديزيز. دي النقط اللي احنا هنبص عليها في الهيستوري، كي بوينتس في الهيستوري. هتسأل اي مانيفستيشنز ريليتد جنرالايزد اديما، هل عنده فيفر وراش ولا لا، دي سجستيف اوف تيبيال انترستيشن نيفرايتس، واسأل بقى على كل السيستميك ديزيز. طب في الاكزامينيشن، دي الايتمز بتاعت الاكزامينيشن، هيد ونيك، فايتال ساينز، سكين، شيست، هارت. العيان بتاعنا اللي هو عنده 26 سنه وكان جايب بافنس اوف اي ليدز وفوم يورين، وكان قريب عنده انوركسيا وفوميتنج، وعنده هيس ومفهوش حرقان في الميه، كان فيه بافي ايليدز، كان افبرايل، السكين فيه لور لمب اديما، في بلورال افيوجن، الهارت مفهوش بريكارديال افيوجن بس الابدومن فيها اسايتس، يعني ده جنرالايزد اديما. طيب ايه الانفستيجيشنز؟ اول حاجه اتاكد اول ان هو عنده بروتينوريا، مش كل واحد اقول لك البول برغي تقول لي عنده ايه بروتينوريا، لو عنده هايبر بلوروبينيميا بتنزل في البول وتدي بروتينوريا. تاني حاجه هل هو سيمبل بروتينوريا ولا جزء من نفروتك سندروم؟ تالت حاجه ايه الكوز اوف بروتينوريا وايه الكومبليكيشنز، وهل محتاج اخد رينال بايوبسي ولا لا؟ نمسك حاجه كده، انا لو مكانك هطلب له قلب من كرياتينين ريشو او 24 اور بروتين. في الحالات بتاعت النفروتك سندروم دي غالبا عشان بيبقى البروتينوريا هيفي، غالبا 90% من الحالات هتلاقي القلب من كرياتينين ريشو زياده، لان الاكسكريشن از بارستايل بس البروتينوريا محترمه، فهتلاقي الاكسكريشن بتاع الالبومين في اليورين زياده. طب عمل هايبو البومينيميا ولا لا؟ اطلب يا عم سيرم البومين بروفايل عشان تقول ده نفروتك سندروم، مجمع الكريتيريا بتاع نفروتك سندروم ولا لا. في العيان ده نفروتك سندروم، في هايبو البومينيميا وفي هايبر كوليستيروليميا. طيب ايه الكومبليكيشنز؟ خلي بالك عيان نفروتك سندروم مش شرط يموت من نفروتك سندروم، بيموت من انفكشن نتيجه اللوس اوف امينوجلوبين في اليورين، بيموت من ماسيف بلورال افيوجن ريسبيراتوري فيلير، بيموت سيفير من ماسيف بريكارديال افيوجن وكاردياك تامبونات، فمحتاجين نعمل اسيسمنت بايكو كارديوجرافي وشيست اكس راي وندور على الكوز. غالبا لو البروتين هنا مين لقلبه من هيبقى عنده جلوميرولار ديزيز، بندور على حاجه زي اللوبس، في حاجات كتيره قوي اوتو ميون جلوميرولونفرايتس هتاخدوها في وقتها، بس دي الانفستيجيشنز المين بتاعتها. طيب ايه الكوز اوف بروتينوريا؟ قلنا فيسيولوجيكال فانكشنال باثولوجي، الباثولوجيكال يا اما اورثوستاتيك او اكسرسايز مع الوضع واقف او مع الاكسرسايز، او فانكشنال في سيستميك ديزيز والكيدني ملهاش دعوه، او باثولوجيكال. لو جلوميرولار بروتينوريا بتبقى مين لي البومين، لان جلوميرولاي البومين هو المسؤول الاساسي عن الانكوتيك بريشر، وكده كده الجلوميرولاي ما تقدر تقول الديزاين بتاعها انها ما تنزلش البوم. لو تيوبيولار لا،
ده نتيجه دامج للبروتينز لاسباب كتيره، مش ليفي ميتال بويزنج اللي قدامكم بس، دامج للتيوبيولز فريليز اوف بروتينز، وفي اسباب تانية للتيوبيولر بس ما بيبقاش مين لالبومين، لان الجلوميرولاي سليم ما بتنزلش البومين، فبنلاقي بروتينز كمان وفي لارج موليكولر ويت، ده عمرها ما تكون عدت من الجلوميرولاي السليمه. في اوفرلود بروتينوريا زي الهيموجلوبينوريا والمايوجلوبينوريا اللي هنتكلم عنها، بروتين زياده عن قدره الجلوميرولاي فبيحصل له فلتريشن، في حاجه اسمها بوست رينال او فولس بروتينوريا هنقولها دلوقتي مش هنقولها تاني. ساعات عيان عنده رينال تراكت انفكشن، رينال تراكت انفكشن دي عباره عن فيها بكتيريا وفيها باس سيلز دي بروتينز، فالجهاز يديك بروتين تو كرياتينين ريشو عالي وتلاقي 24 اور كوليكشن في البروتين عالي، بس البروتين ده مش ناتج لا من دمج للتيبيولز ولا ان الجلوميرولاي بتعدي، ده بروتين مرمي في اليورين بتاع المعركه اللي بين البكتيريا والجهاز الاميونيتي، فبقرا ان هو بروتينوريا. فدايما لما تطلب البوم كرياتينين ريشو 24 اور بروتين كوليكشن بروتين تو كرياتينين ريشو، معلش اطلب معايا يورين اناليسيس لو في رينال تراكت انفكشن عالجها واعمل ري ايفالويشن. دي الباثولوجيكال كوزز اوف بروتينوريا. الاوفر فلو بروتينوريا بروتين فلتريشن مور ذان ذا كاباسيتي اوف تيوبولر لابزوربشن والجلوميرولاي ار نورمال، يعني النورمال ميكانيزم اللي احنا نتكلم عليها اللي بتمنع البروتينوريا ببساطه خالص اوفرلودد، لكن النفرون نفسه سليم، دي سهله، او نتيجه جلوميرولار ديزيز او نتيجه تيوبولر ديزيز. هنفرق بينهم ليه الاول؟ لان هي تفرق في الدياجنوزز وتفرق في البروجنوزز. طب نفرق بينهم ازاي؟ قبل ما نقول الجدول هنتكلم النورمال اللي بيحصل، بلاد بيعدي في الافرنتريول يخش في الجلوميرولوس يعدي في التيوبيولز يحصل ري ابزوربشن للمواد واكسكريشن للمواد، المفروض البروتين ما يعديش، ولو عدى يحصل له ري ابزوربشن، يا اما لو عدى من فوق خالص من السهم الاحمر اللي هو على الرقم 1 ده يبقى دي جلوميرولر بروتينوريا، لو ما عداش بس في بروتين التيوبيولز اصلا كانت بتحذفه يبقى دي تيوبيولر بروتينوريا. ده ببساطه الفرق بين الاثنين. دي رسمه ثانيه توضح نفس القصه. طيب الجلوميرولار بروتينوريا هتلاقوا السهم البنفسجي ده، ده اللايننج بتاع جلوميرولو بيزمنت ممبرين، الجلوميرولوس امبيدد في الباومنز كبسول، السيلز اللي هي بتاعت الباومنز كبسول عليها السهم دي اسمها بودو سايتس. لو تلاحظوا انها ليها فود بروسيسز مش خط واحد، ما بينها سبيسز، السبيسز دي نارو المفروض انها ما تعديش البروتين، وفيها نيجاتيف تشارج فتمنع ان البروتين يعدي في اليورين، بالظبط زي ما تبني قلعه كده وفي دبابات داخله عليك او سور وفيها حاجات داخله عليك، انت بتعمل بوابات في السور ضيقه قوي بحيث ما تعديش قطع الحربيه الكبيره، وفي نفس الوقت كمان بتجيب مدفعيه او حاجه تنصبها على السور تضربها من بعيد، دي الالكترو نيجاتيف تشارج، والبوابات الضيقه دي هي المفروض انها ما تعديهاش. طب في سبب تاني يخلي الكلى تعلي بروتين؟ جوه بقى البلاد فيسل، ده مش من جوه البلاد فيسل يخلي الجلوميرولاي تعدي بروتين، ودول التو ميكانيزم في الجلوميرولر بروتينوريا. يبقى انا عندي الكتروستاتيك بارير وستراكشرال بارير. الستراكشرال بارير ان الاندوثيليال سيلز فيه فينستري او سبيسز ضيقه، والالكتروستاتيك بارير ان فيه نيجاتيف تشارج بتمنع عبور البروتين. يعني ايه بقى سيلكتيف ونون سيلكتيف؟ سيلكتيف ببساطه خالص بتحصل نتيجه الدمج للالكتروستاتيك بارير، فاللارج موليكولار ويب بروتين كده كده مش هتعرف تعدي لان هي الفيزيكال بارير موجود، بس السمول موليكولار ويب بروتين اللي هي كانت بتعدي مينلي ما بتعديش مينلي عشان النيجاتيف تشارج بتقدر تعدي. فالبروتينوريا لو سيلكتيف بنلاقيها مينلي البومين، انما لو نون سيلكتيف يعني تيجي الدامج اوف ذا ستراكشرال باريال بتبقى ميكسد بقى البومين وجلوبولين، لو مولكيولار ويت وهاي مولكيولار ويت بروتين. اكزامبل للسيلكتيف بروتينوريا المينيمال تشينج ديزيز، هي مكتوبه مينيمال تشينج جلوميرولايت بس هو مينيمال تشينج ديزيز الاسم الادق. واكزامبل النون سيلكتيف بروتينوريا فوكال اند سيجمنتال ميزينجيو كابيلاري جلوميرولونفرايتس، هتاخدوها في الجلوميرولونفرايتس بس مينيمال تشينج ديز ده اشهر حاجه تخلي الفود بروسيسز بتاعه البودوسايتس تبقى لوست والنيجاتيف تشارج تبقى لوست فتعدي مينلي البومين، ده نوع من الجلوميرولار ديزيز. ده النورمال البروتينز ريتيند في البلاد فيسل. اللي على اليمين اب نورمال ان بيحصل ليكج بروتين نتيجه لوس اوف ذا فود بروسيسز، بصوا الخليه الخضراء دي بيحصل افيسمنت والبروتينات تعدي في البول. يبقى هنا الميكانيزم اوف جلوميرولار بروتينوريا ان ببساطه خالص في الظروف العاديه زي ما انتم شايفين في الجزء الاولاني في شويه بروتين صغيرين بيعدوا تي بيولز بتري ابزورب جزء منهم وتعدي لك جزء صغير خالص اللي هو اقل من 30 مللي جرام بير دي، او القلب من كرياتين ريشو اقل من 30 مللي جرام بير جرام كرياتينين. طيب لو البروتينات دي زادت ببساطه خالص ما بتقدرش تعمل ري ابزوربشن لكل البروتينات، ففي جزء كبير من البروتين بيعدي عند حضرتك. ده منظر
للنفروتك سندروم، هتلاقي فيه بافنس اوف ايليدز ولور لمب اديما محترمه. على الشمال الكيدني، خدنا مقطع في الكيدني، منظر الكابيلاريز والباومان زي كبسول. الستار اللي انتوا شايفينها دي محطوطه على الجلوميريلوس. هنبص كده على الشكل الاخير، على اليمين هتلاقي دايره محطوطه على جلوميرال بيزمنت تمبرين، وهنوضحها دلوقتي. الحقيقه ان السهم الاحمر اللي في الشكل الثالث ده بيشاور على البودوسايتس، اللي هي زي ما انتوا شايفين كده محوطه الباومان كبسول. لو خدنا قربنا شويه منها هنلاقي فيه سهمين، سهم ازرق اللي هو الفود بروسيسز، وسهم احمر اللي هي السليت دافرام اللي هي السبيسز اللي ما بين الفود بروسيسز، فيها نيجاتيف تشارج والسايز بتاعها المفروض ان هو ما بيعديش معظم المولكيولز. هتلاقوا جلوميرولار بيزمنت ممبرين، يبقى البودوسايتس اللاير اللي فوق اللي عليها السهمين، الازرق للبودوسايتس والاحمر للسليت دايفرام والجلوميرولار بيزمنت ممبرين. تحت بقى الاندوثيليال سيلز والفينستري بتاعتها، ده الرينال بلاد بارير او البارير اللي هو ما بين البلاد والجلوميرولار. افرق ازاي ان دي جلوميرولار بروتينوريا او تيوبولار بروتينوريا؟ الحقيقه ده طالما بنفرقها يبقى دي مهمه. دي كاتيجوري، تيوبل انترستيشال ديزيز دي كاتيجوري، والجلوميرولار ديزيز دي كاتيجوري. الجلوميرولار ديزيز سببها جلوميرولار بروتينوريا، بداهه سببها ايه؟ جلوميرولار ديزيز تيوبولار، اي تيوبل انترستيشال ديزيز. دي اول نقطه. تاني نقطه، ايه الميكانيزم؟ لا، في الجلوميرولار بروتينوريا بيبقى المشكله في الجلوميرولوس، وتحديدا في البارير، يا اما لوس اوف الكتروستاتيك نيجاتيف تشارج او دامج للرينال للبارير اللي هو بتاع الجلوميرولوس، يأثر على البورز، سواء البورز اللي ناحية الاندوثيليال سيلز او البورز اللي ناحية البودوسايتس، او زودت انت الانترا جلوميرولار بريشر او الهيدروستاتيك بريشر فعملت اكسسيف فلتريشن. طيب ايه مشكلة التيوبيولار بروتينوريا؟ الميكانيزم ايه؟ مشكلة في التيوبيولز، دامج للتيوبيولز، فجزء من البروتين اللي جواها يطلع، وفي نفس الوقت المفروض ان في شوية بروتينز كده بتعدي من الجلوميرولوس، بتعمل التيوبيولز بتعملها ري ابزوربشن، ما بتعملهاش ري ابزوربشن. ده مش كده وبس، ده دامج للتيوبيولز، مش بس ما بتعملش ري ابزوربشن، ده هي نفسها بتطلع سينثيسيس لبروتينز. بس بناء عليه التيوبيولار بروتينوريا بتبقى يعني يوجوال سمول موليكولار ويت، وما بتبقاش هيفي بروتينوريا، لان في الاخر كميه البروتين اللي بتتكون بتبقى بسيطه. انما الجلوميرولار بروتينوريا لا، ده انت الحنفيه الخزان اللي فيه البروتينز فتح، فدايما تديك فوم يورين البول بيرغي، وفي نفس الوقت السي دي عايزه بيشنت واعي شويه واخد باله منها، وبتبقى الالبيومينوريا عاليه شويه. وطبعا لو الدمج حصل من ناحيه الاندوثيليال سايز وارد تلاقي هيماتولي. مهم جدا التفرقه بينهم، لان ده سؤال. طبعا التريتمنت اوف بروتينوريا تريت ذا كوز، بنعمل بروتين ريستريكشن بس فيري مودست بروتين ريستريكشن. ليه؟ انت عندك بروتينات عماله تنزل، خلاص خفف البروتينات شويه. طب ليه ما اقولش العيان؟ وده كونسيبت على فكره كان زمان موجود عند الاطباء حتى قبل ما يبقى عند العيانين، ولا زال موجود عند العيانين، اقطع البروتين خالص ولا تاكل لحمه. وجهه نظرهم ايه؟ انت عندك بروتين بيقوم نازل في البول، البروتين اللي بينزل في البول ده ليه دامجنج افكت، وهنقول ازاي. طب خلاص اقطع البروتين، خلاص اوكي، هتدخل عيان بقى في هايبو البيونيميا، الجسم هيورم اكتر، وفي نفس الوقت هيخش في مالنيوتريشن، فبنقلل البروتين انتيك شويه. بندي الايس او الاربس. ايه الايس او الاربس؟ الايس اللي هي انجوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، الاربس انجوتنسين ريسبتور بلوكرز. ايه الميكانيزم؟ بصوا يا جماعه، السهم اللي فوق ده، السهم اللي فوق ده اللي تحت ده الافرنت ارتريول، البلد بيبقى داخل جوه الجلوميرولوس، في فلتريشن بريشر جوه الجلوميرولوس، وعلى السهم ده، السهم اللي في النص اللي لونه اسمر، والسهم الرصاصي اللي فوق ده الافرنت ارتريول. فانا عشان اقلل الانترا جلوميرولار بريشر، يا اما اقفل الحنفيه يعني اعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول، يا اما اقفل افتح المصرف اعمل فازو دايليتيشن للافرنت ارتريول. الايس او الاربس بتشتغل انها بتعمل فازو دايليتيشن للافرنت ارتريول. فالخلاصه ان البريشر جوه الجلوميرولوس اللي هو بيزق البروتينز على البول بيقل، فالبروتينوريا بتقل. نقطة بقى نتكلم فيها عشان نبقى فاهمين، انا عمال اقول لك ايه تريد ذا كوز، بس الاثنين التانيين اللي هي ريستريكشن مايل ريستريكشن وبروتين انتيك مع الايس او الاربس
دي مش سبيسيفيك للقوس. معنى كده ان انا عايز اعالج البروتينوريا لوحدها. المنطق يقول ان البروتينوريا دي اتز مانيفيستيشن اوف ديزيز، فانا بعالج الديزيز فالبروتينوريا تتحسن. انما ده انا بدي الاس او الار بس في اي حاله فيها بروتينوريا، لو وضع العيان يسمح ما فيش كونترا انديكيشن او ما فيش سيجنيفيكانت سايد افكتس للميديكيشن، بقوم مديله اس او ار بس. طب ليه؟ يبقى انا اذا هل البروتينوريا دي ماركر اور ميكر؟ يعني البروتينوريا دي هل جاست ان هي يعني ايه علامه ان ان الكيدني متاثره، ولا هي نفسها ليها هارمفول افكت؟ الحقيقه يا جماعه البروتينز المفروض انها ما تعديش خالص جوه تيوبيولز. فعبور البروتينز من خلال الجلوميرولوس وتعدي بقى في الباومنز كبسول كده وتعدي في التيوبيولز وتنزل في اليورين، اشبه بان انت عامل طريق كده للعجل ورحت معدي عليه عربيه تريلا محمله. الهيفي بروتينوريا كل ما البروتينوريا بتزيد كل ما يحصل تيوبل انترستيشال انفلاميشن، وبعد كده تيوبل انترستيشال بيهيل بفايبروزيس. ف وات ايفر ذا كوز البروتينوريا ليها دامجنج افكت. عشان كده العيانين كل الديزيز وكل الجلوميرولار ديزيز بما فيها مثلا الميمبرنس نفروباسي، مينيمال تشينج نفروباسي، اي جي نفروباسي، انواع كتير من الجلوميرولار ديزيز هتاخدوها ان شاء الله حتى لو تعرفوا اسماء بس من دلوقتي. كل انواع الجلوميرولار ديزيز من البروجنوستيك ساين مانيفستيشنز بتاعتها والبروجنوستيك ماركرز بتاعتها يقول لك الهيفي بروتينوريا ده باد بروجنوز. ليه؟ لان هي لوحدها دامجنج. عشان كده انا بدي الاس او الاربس اعالج البروتينوريا وات ايفر الكوز. حتى لو انا هدي ميديكيشن او امينو سبريسيف سيرا بيعالج الكوز، بدي الاس او الاربس لان انا هدف عندي ان انا تارجت البروتينوريا. ات از ماركر، ماركر اوف ديزيز، اند ات از ميكر ات كان سيلف انديوس تيوبل انترستيشال فايبروزز اند اند ستيج كيدني ديزيز. ايه الديفرنشال دياجنوزز؟ نحط في دماغنا طبعا ديفرنشال دياجنوز اوف ذاكوز وبروتينوريا. في عندنا فولس بروتينوريا زي ما قلنا، لو العيان عنده هيماتوريا او يورينري تراكت انفيكشن هيتقرا ان هو بروتين. فما تيجي تعمل العيان تلاقي عنده بروتينوريا، واقول لكم حاجه حتى في الالبو كرياتين ريشو الان كنترول دابيت لو في جلوكوز كتير جدا في اليورين، اما تيجي تعمل عيان البو كرياتين ريشو وتعمله 24 اور بروتين وهو عنده يورينري تراكت انفيكشن، لا معلش عالج الانفيكشن وعيدها تاني. دي ما بتبقاش كلها بروتينوريا. نسمرايز، مهم جدا نعرف الفرق بين السيلكتيف والنون سيلكتيف بروتينوريا. السيلكتيف بتبقى نتيجه لوس اوف الكتروستاتيك بارير، النون سيلكتيف بتبقى نتيجه لوس اوف ستراكشرال بارير. سيلكتيف مين لالبيومين، النون سيلكتيف بتاخد البيومين وجلوبولين. ليه؟ لان الالكتروستاتيك بارير بيبقى لوست فاللي بيعدي بس السمول مولكيولز، انما لو الاستراكشرال بارير بتاعه لوست هيعدي السمول واللارج مولكيولز. فرق بين التيوبولار وجلوميرولار بروتينوريا ده مهم اتكلمنا عنه بالتفصيل. ايه الجولد ستاندرد تيست فور بروتينوريا؟ ايه الحاجه اللي انا بعملها جولد ستاندرد؟ 24 اور بروتين. بمعنى اول لما طلع القلب من كرياتينين ريشو عايزين نشوف القلب من كرياتينين ريشو كده ده فاليد للبروتينوريا، ينفع استخدمه البروتينوريا ولا لا، بقوم جايب عدد كبير من العيانين سي 1000 عيان 10000 عيان 20000 عيان، بقوم اعمل لهم القلب من كرياتينين ريشو 24 اور بروتين بلاقيهم كورليتد بقارنه. واحد طلع بتيست تاني يقول لي ده كورليتد مع البروتينوريا، بقوم اعمل ايه؟ اقوم جايب التيست ده مقارنه برده 24 اور بروتين. هو الجولد ستاندرد. عيوب القلب من كرياتين ريشو دي مهم نبقى عارفينها، ان هو ما بي يعني ما يعني الديس ادفانتج بتاعه الانترميتنت اكسكريشن بروتين داز نوت افويد ات كومبليتلي، زائد ان حاجه زي الاورثوستاتيك بروتينوريا الاكسرسايز بروتينوريا لو انا واخد مورنينج يورين سامبل مش هيشخصها. البروتينوريا شود بي اسيست ريجاردنج الكوانتيتي، قلنا الجولد ستاندرد هو 24 اور بروتين اند كواليتي. ايه الكواليتي دي؟ بنعمل حاجه اسمها يوريناري بروتين الكتروفوريسيس، دي مهمة. يوريناري بروتين الكتروفوريسيس ده اللي بيعرفني البول ده نوع البروتينات اللي فيه ايه. اما بنعرف الكوز اوف بروتينوريا مش بس بالانفستيجيشنز، الهيستوري يا جماعة هيستوري والاكزامينيشن بدوني كلو للكوز اوف ذا بروتينوريا. يعني مثلا حاجة زي المايوجلوبينوريا ده اصلا اوفر فلو بروتينوريا، ببساطة خالص بيجي لي عيان ميجر تروما كان واخد شوية ميديكيشن زي الاستاتين، سيفير بون ايك، سيفير ماسل ايك. القصه كلها ان مع السيفير تروما مع بعض الميديكيشن زي الاستاتينز وغيرها سايكلوسبورينز بيحصل رابشر للماسلز، رابدو مايوليسيس. مايوليسيس يعني تحلل، رابدو يعني رابدو مايوليسيس تحلل للعضلات، فبيطلع كميه كبيره جدا من الكرياتينين والمايوجلوبين. المايوجلوبين ده بيعدي في التيوبيولز بقوم معدي من الجلوميرولس اوفر ويلمنج الجلوميرولر بارير ويسد كمان التيوبيولز. العيان ده انا بشخصه قبل ما اعمل اليورينري بروتين الكتروفوريسيس، ما بحتاجش اعمله اصلا. ايه مشكله بقى المايوجلوبينوريا؟ العيان هيجي يقول لك هديك هيستوري اوف ذا كوز ولو عامل 24 اور بروتين ولا بتاع هتلاقيه عالي،
بس لما تيجي تعمل له يورينري ديب ستيك هتلاقي مفيش بروتين. ليه؟ اصل اليورينري ديب ستيك اللي هو تحليل البول عادي، ما الكيتس بتاعته ما بتجيبش الميوجلوبين، لازم انت تطلب يورينري مايوجلوبين، ليه كيتس مخصوصه كده. بس انت ممكن تشخصه قبل القصه دي خالص، ده نوع من الاوفر فلو بروتينوري. اتكلمنا عن يورينري بروتين الكتروفوريسيس. في ترمز كده عايزين نعرفها، الالبومين كرياتين ريشو اقل من 30، كنا زمان بنقول عليها نورمو البيومينوريا او بنديها جريد كده في الكلام الجديد A1. لو الالبومين كرياتين ريشو من 30 ل 300 بنقول عليها مايكرو البيومينوريا، 30 ل 300 مللي جرام البيومين لكل جرام كرياتينين. لو فوق ال 300 بنقول عليها ماكرو البيومينوريا، يبقى نورمو مايكرو اند ماكرو البيومينوريا، الجريدنج بتاعها A1 A2 A3. دي النقط اللي مهمه في المحاضره، البروتينوريا ماركر للدامج وميكر لانها بتعمل تيبل انترستيشال فايبروزيس، هاو تو اسيس كواليتي 24 اور اي سي ار بي سي ار اند كوانتيتي يورينري بروتين الكتروفوريسيس، وفي الكواليتي هنفرق بين تيوبولار وجلوميرولار هيماتوريا وسيلكتيف ونون سيلكتيف، سوري جلوميرولار تيوبولار اند جلوميرولار بروتينوريا وسيلكتيف اند نون سيلكتيف بروتينوريا. This is my contact information، ارجو ان تكون المعلومه واضحه. في حاله محتاجين اي حاجه في اي وقت تواصلوا معايا على الواتس، حتى لو التليفون فيه مشكله يا ريت تتواصلوا معايا على الواتس وانا اتواصل معاكم على طول. شكرا جزيلا لحضراتكم.